أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة. برنامج صباح عنا اليوم في سوق السمك، هذا السوق الحيوي، هذه المواد الأساسية اللي تتبادل بين بغداد والمحافظات الأخرى. المواطنين دائما متواجدين هنا لشراء الأشياء، العدة، السيارات وما إلى ذلك والكماليات. حنشوف الحركة التجارية بهذا السوق شلونها، ونشوف المستوى المعيشي للمواطن العراقي شلونه، وما يحتاج المواطن البغدادي في هذا السوق. ابقوا يعني. اهلا وسهلا بكم احبتي من جديد، دخلنا سوق السمك، نشوف ناسنا واهلنا في هذا السوق ما يحتاجه. طبعا هذه المواد الاساسيه اللي تشوفوها قدامكم، فشيء مبسط خليني اشرح لكم، انتم مجال العالم تعالوا لي من هنا. هذه الموجودة المواد الاحتياطية والأدوات الموجودة للسيارات، هي كل أنواعها، كل منتجاتها، كل ماركاتها موجودة في سوق السمك. أكو محلات متخصصة في سوق السمك لماركات معينة ولأنواع سيارات معينة. الكماليات موجودة هنا بكثرة. خلي ندخل جوا ونشوف أكثر سوق من الداخل. السلام عليكم. شلون الصحة؟ حياكم الله. شلون وضعكم هنا؟ والله الحمد لله. شلون حركة السوق؟ والله حركة بطيئة، السوق شوية تعبان. بطيئة؟ نعم. شنو اللي أثر على هاي الحركة؟ الورق أثر. ارتفاع سعر الدولار؟ إي نعم، سعر الدولار ماكو سوق شوية. جنابك شنو شغلك هنا؟ أبسع البقلولة. هاي العربانة مالتك؟ إي نعم. دائما تتواجد هنا؟ أنا يعني قوة ضاربة، متحرك. قوة ضاربة؟ اي نعم. والله قوة ضاربة. اي نعم. تفتر بالسوق لو تبقى مكانك؟ لا والله افتر بالسوق. تفتر بالسوق؟ نعم. شنو اللي تحتاج انت كمواطن عراقي؟ مواطن كل شيء، بدي السلام، اهم شيء السلام. الحمد لله، بس رعاية ما عندي رعاية. راتب رعاية ماكو؟ اي نعم. تمام. الوضع المعيشي للفرد العراقي. نعم. يتناسب مع موارده، يتناسب مع ثرواته. لا والله يوم نشتغل يوم نشتغل، اشتغل شهرنا واروح الشمال. اي نعم. تمام، الله يرزقك ان شاء الله. جزيل الشكر، ممنون. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، ممنون. خلينا نطلع مجال العالم. نتجول اكثر بهذا السوق حتى نشوف الحركه الموجوده هنا. هاي الاجواء اليوميه. كوب الشاي، هذه اجواء صباحيه في سوق السمك. واغلب الاسواق الشعبيه الموجوده هي هذا جوها، اكلات شعبيه، وجبات سريعه موجوده هنا. طبعا لها طعم كلش حلو بهاي الاسواق، انه يعني مبدعين بالاكل الصباحي. خلي نشوف الناس خليهم ياكلون، خلينا نطب هنا. حجي الله يساعدك امي، شلون الصحه يا ابي؟ الله يعينك ان شاء الله. عفوا يا حجي، خلينا نطب ونكمل نصور هنا. شلون الصحه اخوي؟ قواكم الله. شلون الصحه؟ حبيبي الله يحفظك. شلون شغلك هنا؟ والله بغض النظر عن السيارات. بس شوي نزل لي هذا، ما ابي ازحم. بغض النظر عن الكماليات. بغض النظر عن السيارات. المساحات، كفات، علاين. هذه هنا يعني انت فقط كماليات. بس كماليات فقط. اي. تستوردون من دولة معينة لو اكثر من دولة؟ من الصين نستورد. الصين؟ اي الصين. اسعارها شلونها؟ يعني زينة رخيصة. يعني نص ونص. نص ونص. اي نص ونص. شوف اليوم اللي يجي يشتري منك الزبون. يعاملك هواية لو طبعا يشتري. هواي عاملوه، والله هواي عاملوه. يعاملوه ما يشترون، لكن مثل يعاملوه مثل يشترون. زين، شنو المتوفر لك انت كشاب عراقي؟ فيش ما توفر، فيش ما. الطالب طالبنا من سنك للبيت. اها. فيش ما. يعني حياتك بين السنك والبيت؟ بس اي بس ما. اطالع لا ماشي لا يعني ماكو، مثل سوق تعبان ما في شيء ما. شنو تتامله من الحكومة الجديدة؟ شنو تريده؟ والله نسال الله ان وفقنا ان شاء الله، في شيء ما عليه. يعني الحكومه ان شاء الله مثلا تفلت الشغل الكون، مثلا عمل ما توفرون تعيين مثلا الشباب. تمام تمام. حبيبي قلب استاذ. شكرا جزيلا. السلام عليكم. تعال سولف وياك استاذ، قاعد تشتغل هنا. شنو شغلك هنا؟ والله انا هذا الشمبر. شو مجال العالم؟ هذا الشمبر مالك. ما شنو هذا الشمبر؟ سلف ودانو. صور لي الشمبر، هذا شغل يعني انت
شو اسمه كهربائي؟ اي كهربائي سياره. كهربائي سياره. كهربائي سياره. يعني تصلح السلفات وتبيع؟ هو نصلح نقطع غيار بدلين نسوردين. اها. اي نعم. هذني اصليات او تجاري؟ لا هذا مال باله مال حاويه صحونه. مال حاويه؟ مال حاويه. هو يصير تجاري مال حاويه لو؟ لا يجي سيارات يقصوها بالدول. يعني اصلي اي اصلي اصلي بس مستخدم. اي نعم مشغوله. شنو اللي تحتاجه انت اليوم كشاب عراقي؟ والله نحتاج بس شويه دولار ينزلوه لا اكثر ولا اقل. يعني السوق واقف من ورا الدولار. ارتفاع الدولار اثر عليكم؟ اي والله اي والله. انا من جاي احنا لان جبر صعد الحاجه. اذا يجيك المستهلك يعني ما عندي يقول لك ما عندي انا. اي يعني اذا نخسر بالحاجه اذا تخسر. يعني سكر التجارة طبلهم يعانون من الدولار. الدولار السوق تعبان. ايه خلوا الناس تدخل منا خلوا الناس تدخل منا. زين شو الاكثر الشغلات اللي تمشي بال يعني بالمواد الاحتياطية مال السيارات؟ هو هذا المستهلك السلف قدامه مو هسه انت عندك شتاء الجو يعني بارد. زين هذا السلف يعزل. يعزل يعني يحتاج الى تصليح. تصليح لازم. تمام الله يسعدك ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ شلون شغلك هنا عمي؟ والله شغل يعني تعبان، الظروف تعبانة، الورق صاعد يعني والناس متجبجبة من شغلة الورق. تسنين احنا عشنا هاي الفترة الطويلة من 2003 لحد هسه تحكمنا طبقة سياسية فاسدة. ما طلع الكراسي مو ما طلع خدمة الشعب. اثنين عندي مناشدة ولو هي الحكومة منتهية دورها تقريبا. أناشيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فايق زيدان. أناشيد السيد مصطفى الكاظم. أناشيد رئيس الجمهورية برهم صالح. أنتم مسؤولين أمام الله عن الشباب المحتقلة بدون دليل. أكو ناس آلاف مؤلفة محتقلة ونفسية الكاظم حشاها بعبارة صريحة الواضحة. قال أكو ناس أبرياء محتقلة. فأنت شنو دورك؟ أنت مدير بلدية لو أنت رئيس وزراء. انت رئيس وزراء، انت يا استاذ فائق زيدان، انت رئيس الجمهوريه محاسبين امام الله قبل الشعب. لانه اكو ناس احتقلت ولحد هسه ما حد يندلهم اربع سنوات وخمس سنوات احتقلتهم جهات يعني اعتبرها خارجه عن القانون. فهسه العوائل يعني العوائل اللي عتها شاب واللي عتها شباب اثنين انا في يوم من الايام يعني شفت لقاء انه اربعه وخمسه من بيت واحد. زين هذا البيت ليش؟ بياذن. فاحنا نكرر مناشدتنا احملهم المسؤوليه الكامله رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان احملك المسؤوليه الكامله عن الابرياء اللي محتقلين. فانت دورك رئيس مجلس القضاء الاعلى تعيد المرافعات وتعيد النظر قضيتهم وخاصه انه يعني هم اقروا انه نعم هو ما انا اللي اقر ما انا العفو استاذ يعني بدون تفضل عليك انا ما انا اللي قريتها قرها السيد مصطفى الكوظم عباره صريحه طب السجن المثنى فريق شاب اربع سنوات متوقف اربع سنوات باي دوله بالعالم يتوقف الواحد اربع سنوات بدون محاكمه بدون تهمه باقي دول العالم يعني تتابع المجرم الى ان ست اشهر وسنه الى ان يقع بالفخ يلا تجيب على الحديث صح تمام شكرا جزيلا لك وصل صوتك اللي يتحدث به مواطن قبل القليل شيء مهم جدا تحدث عن قضيه حساسه ومهمه هي قضيه المعتقلين. نعم اكو معتقلين ابرياء في السجون يراد الى موقف وتدخل من جهات عليا هذا الموضوع لازم يحل لازم يوصل لها حل من الجهات يلا اوكي الناس تكون فكره بالكاميرا خلي ندخل على السلام عليكم شلون اخوي؟ شنو شغلك هنا؟ نحن بسطية يعني عندنا بسطية خلينا ندخل جوا بينا بس جوا المجال هذه مال شنو؟ بسطية يعني بسطية كماليات يعني؟ كماليات فلاتر على زرافات اليوم تشوف الشاب العراقي اكو اهتمام دولة بي؟ لا كل اهتمام ماكو اهتمام يعني احنا يعني احنا باقي الفتوى دول يفلتشونه يفلتشونه يطبون علينا يفلتشونه قاعدين بالبيت لاكو شغل لاكو تعيينات لاكو بديل بديل ماكو عشان الشاب العراقي يصير يطلب الخدمه الزاميه هسه صح ماكو خدمه الزاميه بس عمل ماكو تعيينات ماكو صح فلوس ماكو يعني هسه الشباب تتزوج ما عندهم امكانيه يتزوجون فعلا للاسف وهذا يعني من يفلشونه او من يطلعون باب رزقنا هذا يجبرك تروح تبوك لو تروح تقتل لو تروح تبوك لو الماكو عمك عالم اكو شباب
عيشتهم على بسطيه وعلى هذا بالعربانه بالضبط. وبالبسطيه يعني السوق شايل هواي ناس هوايه هوايه هاي البسطيات هوايه فاتحه بيوت عوائل. تمام شكرا جزيلا لك والله يسعدك ان شاء الله جزيل الشكر. السلام عليكم. السلام شلون الصحه اخوي؟ بس خلينا نوقف هنا على الصفحه شويه الان ضايق العالم. شلون شغلكم بالسوق؟ شلون وضعكم اخي حاليا؟ والله من نزل العفو بصعد الدولار لحد اليوم انه الاوضاع حيل تعبانه. العالم كله قاعد تشتكي والسوق ما يشوف يوم عن يوم قاعد ينزل هبوط. فشوف الناس كلها حايره شغلها يعني يوم ياكل شغل يوم ماكو شغل. هو شفت انه بنى تحتيه حيل عندنا تعبانه خصوصا هالمطعم. زين بس سؤال، هذا الشارع شنو وذاك الشارع مال سنك شنو؟ يعني اكو تقسيم بال هذا سنك صار مال عند السيارات هذه خاصه السيارات وذاك عند سيارات اللي من يوم جسر. هذاك الثاني سوق تبييض السحوله تبييض مال المنزليه. اها هذاك عدد منزليه عدد منزلي. هذا لا هذا مال سيارات وعدد يدويه يعني عدد يدويه وسيارات. زين شنو اللي بتحتاجه اليوم انت كمواطن عراقي؟ انا احتاج مواطن عراقي بس البنيه التحتيه كل شيء يعني خصوصا هاي المنطقه. هاي المنطقه تعاني مني ايش؟ تعاني مني مجاري والكهرباء. ما بيها خدمات؟ خدمات بيها نهائيا ابد نهائيا. يمكن هي حتى ما تبلطت ابدا. ابد ما تبلطت. ولا جت خدمات. التنظيف التنظيف كله على يعني على الجو اليومي على الناس يعني الناس يكون خيره بالبراع وينظفون شارع يلبون الارقام يعني. تمام. ماكو اي مساعده من اي واحد من اي شخص بس من اهل المحلات يعني. تمام. زين. الله يوفقك. واحنا المحل اهل المحلات كل يعني المحلات والتناول كل تعاني نفس الشيء، لا شغل اعمل. تمام. شكرا جزيلا لك ويا ربي يرزقك ان شاء الله. جزيل الشكر. خلينا ندخل جوا شويه. الشارع هنا ضيق يراد له حركه سريعه. يلا خلينا ندخل. نشوف اليوم هذا السوق دخلنا لهذه اللحظة وما به أي إعمار. نفسه هو الشارع ما كان تبي طلع أعطي مجال للعربان أعطي مجال خطية. توكل بالله. ماكو إلى أي مرحلة إعمار، ماكو إلى أي تطوير بهذا الشارع، هو الشارع نفسه. فالمواطن يقول لك اليوم أنا أريد خدمات جيدة لهذا السوق وخلي نشوف الشباب هنا يسألون. السلام عليكم. شلون الصحه حبيبي؟ اختصاص بيت بام نورتونا وعلى راسي. الله يسلمك. تعال اللي جاي. شنو اختصاصك؟ بيت بامات سيف هورنات. هاي القطعه مالتنا هورنات. زين انا سيارتي راد لها واشره بيت بام. واشر بيت بام مال شارجر ذكرتني استاذ زيد على راسي. شو تريدون احنا بخدمتكم؟ هسه ورا بنكمل ارجع خادم عندك تدللون. المهم هذا شغل يدوي يعني تصليح لو جديد. لا نبيع يعني جينا هسه قاعده. زين جينا قاعده عاطله تعبانه. طيب. في شمايع او هاي نطي وحده مكانها احسن. اها لان هاي الحرائق بدها تصير بالشارع وهاي يشدون بيت بام صيني يلحموها لتحترق السيارات التلزيق يسموه. زين فعلي من يلزق ياخذ له قاعده كامله اصليه يشدها وينقر السياره ويطلع. هذه معلومه مهمه انه حتى خاصه بالصيف هذا الموضوع. بالصيف نعم تصير حرائق بالسيارات. جماعتنا يجيبون ويزرعون. هي اللي هاي الفيشه. هذه هاي الفيشه. هاي مو تموع تيار عالي يطل فيت بام تموع من نانة. واش حكي هم شو يسوون؟ يلغوها من نانة يسحبوا لها وراء شطل. اها فهمت. شطل لين وتحترق السيارة ولموا لها فلوس. بالاصلي تكون افضل. طبعا شيء تعبان تجيب صيني لو اصلي. طبعا الاصلي احسن يعني شيء. الفرق بالمبلغ مو كلش قوي. مو كلش يعني قاعدة احفظ لك على سيارتك. قاعدة نقول سعرها الصينية 35,000 القاعدة الأصلية نقول سعرها 60 بس العالم قامت تدور الفرق. أكو عالم خطية ما عاد يعني إمكانياتها ضعيفة يقول لك خلا أخذ هاي الجديدة وروح أشده. بس هي الجديدة عبارة عن فلينة وشادة بالسيارة يعني ساعتين بالضبط خطورة. أنت قديم بهذا السوق؟ قديم أنا صار لي هنا تقريبا صار لي
17 سنه 18 احنا كهربائي نبن عن جد بالكرش ان عمامي وهاي يعني انتم متوارثيها المصلحه ان شاء الله متوارثيها سلف ودينم وعمامي يشتغلون هم يعني متعبه الشغلات مال لا والله بالعكس سيارات وغيرها بالعكس ما متعبه هذا رزق يعني انت اذا مثلا مو قصه مثلا اذا ما عندك مثلا شغله معيشيه غير السلف ودينامو غير السياره ايش تشتغل تقعد بالبيت زين متزوج انت؟ انا متزوج الحمد لله عندك ثلاث اطفال تشوف الله يحفظهم لك ان شاء الله تشوف اليوم الشاب المتزوج يعني يوميته مصرفه يمشي وضع اطفال زوجته وضعه والله الوقت اختلف هسه حاليا اختلف كل شيء صاعد صار كل شيء غالي صار يعني الامور كلها اختلفت مو مثل قبل كان رخص بالشارع امور هواي هسه اختلف يعني ما اعرف شنو الحل هذا اللي يصير انا هسه الحمد لله نقول من فضل الله لا اشتغل بس اكو عالم غيرك ما يشتغلون اكو عالم لا والله خطيه ميتين من الجوع حصل عليهم الاطفال من الحليب صح نقول هاي الحفاضات نقول هاي المواد الطفل هم يريد طبعا المعيشه صعبه المعيشه صعبه مو بس شو اسمه هاي مال اطفال وكل شيء حياه صعبه صح حياه عامه صعبه يعني انا اخذت عائلتي للدكتور اخذت عائلتي للدكتور الدكتوره بشارع النظام طبيت جوا شغله بسيطه طلعت طبيت بالصيدليه والله العظيم راتشيته صغيره صابونه ما ادري شنو 200000 دينار يابا زين انا هسه مو مشكله انا نقول عدي الله مكتبنا ودنا نشتغل لأن غير شلون كل اتفاقيات بين الصيدلية وبين الدكتور وبين المستشفى حياتك عبارة صارت عن فلوس ونقول مع هذا كل الأسف هذا غلط أكو عالم لازم واحد يحس بالله وين نقابة الأطباء الصيادلة عن هذا الموضوع مفروض أكو رقابة على هذا الموضوع الله شاهد ورقيب الله شاهد وخلي يسمعوني من قناتكم الموقع أني وديت عائلتي للدكتور دكتورة طبيت جوه ما عدا الكشفية هاي 35,000 زين طلعت والله راجيتها شيء بسيط تفاجأت عن الصدمة الصابونة ما أدري شنو كبسول 200,000 دينار وأخذت الدواء وما تقدر تعامل خلاص علاج مو بس هاي أخذت الدواء غير صيدلية قال لي أنا ما أعرف شنو إيش مكتوب دخلت رحت غير صيدلية قال لي ما أعرف إيش مكتوب رجعت للصيدلية مالتهم قبل أعطاني الدواء قال لي 200,000 عندهم فد كليشة اتفاقيات جيد يعني هذا كله براس المواطن الفقير احنا نوصي بيدي باكم على المواطن ترك عالم ما عاده عالم فقره احنا ما لنا شغله بنزاعات الدوله وده يصير بالدوله وهاي ما لنا دخل بس نحب الرحمه بيناتنا صح الدوله واحد والبني ادم واحد عاشت ايدك هو هذا الاهم احنا نريد من 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 هنا قناتكم هاي الطيبة الكريمة دير باكم على الناس دير باكم على الفقير على المحتاج صوتك وصل وانا اشكرك وبارك الله بك والله يرزقكم ان شاء الله واني اشرفت بيكم بدو القلب ورحم الله ديكم على تعبكم ومجهودكم هذا وعلى مدير القناة شكرا ونشكر الاخ والشباب ورحم الله ديكم وما قصرتوا بس هاي الصورة مالتي هاي هاي صورنا الصورة لا امر وش اعلان وحاضر يصور لا ترد شلون الصحة؟ يحب الشو الإعلامي والكاميرا والعمل. هو طاش على تيك توك. لا. إيه والله. من نوع الطاش تعال قالوا طاش طلعت على تيك توك. إيه وفكاهي هو سينا يعني. أها. إيه والله. شنو دق هورنات بالتيك توك؟ إيه والله. هورنات إيه عندي صفحة حياتي. استاذ زي طاش بالتيك توك يدق هورنات وهاي. هاي استاذ. اي شلون بالله الدقدق هورنات هاي من اسئله من اجو جوق على يمينه يجوا محافظات على النشر مالته اي محافظات اي يعني مواقع صار من الرحمن حتى من خارج العراق من يردون هورنات من يمين يردون اها والله اكو مواقع تستخدم بسوالف يعني مو حلوه اكو عالم لا تستفاد من هذا زين هاي استاذ السلام عليكم شباب هاي هاي شنو هاي هورنات هورنات اها هورنات تشتغل هذه تنشرها وتجيك يجون عالم يجون تشتري من عندك هاي على باب الله هاي باب جيد شافها تمام وهذا مستفاد من عندها هاي الحركه هو ما مستفاد منها بس احنا عندنا وعد ولا صاحبنا هم شوي حالته تعبانه واحنا العالم وده يعني احنا ما مستفاد منها شيء مو اقول اختصاصكم فيتما انا اختصاصي فيتما اخوي اختصاصه سلفو داينامو
جيد. الله يوفقكم ان شاء الله ويرزقكم. شكرا جزيلا لكم. الله يوفقكم. ممنونين جزيلا. نستمر في جوالنا في سوق السمك. دير بالكم نزله. تبهوا عن النزله مالتكم. خلي نطلع. جواك الله خالد. شلونك؟ الله يبي نسولف وياك. تعال وحده من الكاميرات هناك تطلع لي. لا ما انا خالد. خلينا نسولف وياك. شلون شغلكم بالعربان هنا؟ ماكو شغل تعبان. ها؟ ماكو شغل. ماكو شغل؟ ايه. بس ساعة تجي هنا؟ سبعة. سبعة الصبح. يلا الله رزقك. روح روح. نتجول بسوق السمك. نسولف ويا احنا وناسنا بهذا السوق ونشوف شنو يحتاجه. طبعا كل شيء متوفر هنا مثل ما تشوفون. هذه المواد الاحتياطيه وغيرها وكلها موجوده بسوق السمك. اسعار مختلفه، ماركات مختلفه، كل شيء متواجد. لكن الاهم من هذا انه احنا متواجده عندنا قطعه واحده، قطعه غيار واحده عراقيه ما موجوده اطلاقا بسوق السمك. اي قطعه غيار مواد احتياطية عراقية أبدا، كلها مستورد. خلي نشوف الجو بعد. الله يساعدك. شلون الصحة؟ أريد نسولف وياك على السوق. شلون وضع السوق؟ ما أسولف أي سوالف. ليش؟ لا ما نخرج أي سوالف. لا إيش اللي يخرج؟ لا ما نخرج أي سوالف. لا والله يعني انت ضايج من السوق. لا 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 ما احب اسولف بالاعلام. ما اسولف بالاعلام يعني ما تحب الاعلام ابدا؟ ما تحبه؟ لا. ولا تحبنا؟ لا بالعكس، بس ما نخلق اي سوالف. يلا اوكي براحتك. خلينا نفتح الجو بعد ونشوف الحركه اكثر. يكون جو اكثر. لكن اريد نشوف يعني الجانب التجاري بالسوق. متوفره مواد اخرى؟ السلام عليكم. اكو مواد احتياطيه عراقيه ولا؟ مواد احتياطيه؟ يعني مواد يعني كهربائيه، مواد سيارات عراقيه. عراقيه لا حاليا ماكو، بس صيني متوفر بالاسواق وكوري. اي شيء عراقي ما عندنا حتى لو برغي؟ حاليا كاختصاصي ماكو. حتى لو برغي ماكو؟ ما اعرف، انا اختصاصي ماكو مواد عراقيه. شنو اختصاصك؟ في تمام نازل منازل. ماكو اي عراقي؟ لا شيء عراقي ما عندي. زين من يا ساعه تفتحون هنا بالسوق؟ تقريبا من 7:30. يا ساعه ثنتين. ثنتين الظهر. ثنتين الظهر. اكو سوق يعني بشوارع اخرى بالسنك تبقى اكثر؟ محلات اغلب المحلات هسه بالمناطق لا يطولون اللي. يطولون ما لا معدل الثنتين، ثنتين ونص، ثلاثة بالذات ثلاثة. شنو اللي تتأمله من الحكومة الجاية؟ والله أتمنى بس ينزل الدولار لا أكثر ولا أقل. هذا المطلب الأساسي. بس الدولار ينزل. بس لأن إحنا شلون قبل كنا نبيع مثل سعر واحد، هسه حاليا قلنا نبيع نفس السعر القديم وما تمام. الله يرزقك إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. ممنون. خلي حديث مواطن بسيط واضح كلش، خاصة المناطق التجارية يقول لك أريد انخفاض سعر الدولار. هذا المطلب الأساسي عند الناس لأنه أثر على كل حركة التجارية بالعراق عموما. اليوم كل الاختصاصات من تبيع يتحمل قدام المواطن، يتحمل البائع هذا الارتفاع كأنما مو المصدر اللي رفع هذه المادة ورفع السوق بارتفاع سعر الدولار. الناس الباعة هنا المواطن يلومهم، هو الأساس مو من عدمه، الأساس من المصدر، الأساس اللي رفع الدولار على المواطن العراقي. خلينا ناخذ جولة أخرى لكن ما نكمل حلقتنا بهذا المكان، ننتقل إلى مكان آخر. نرجع لكم بفاصل سريع وطويل. اهلا وسهلا بكم احبتي من جديد. عدنا بعد الفاصل وبرنامج صباح اهلنا. ما زلنا في سوق السنك وما يحتاج المواطن يتحدث به. المطلب الاساسي ان يرجع سعر الدولار الى ما كان عليه سابقا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحه؟ اهلا وسهلا. شنو شغلكم هنا؟ بالادوات مال السيارات. ادوات شنو؟
ايراني مال ادوات سيارات سايبر. ادوات ايرانيه. يمكن اكثر السيارات اللي يقول لك بيها استهلاك هي الايرانيه. الايرانيه سعرها مناسب وغراضها مناسبه واكثر شيء متواجده بالسوق يعني. طب مجال ابو السياره تعالوا لي من هنا. زين تعال خلينا بس ندخل جوا ضايقنا الشارع. انتم مباشر وكاله من ايران لو احنا عندنا وكلاء بايران وعندنا وكلاء بالصين مستورد منهم. زين المتانة للمواد الإيرانية يقول لك ضعيفة جدا. لا حسب رغبة المشتري. المشتري ما يجي يشتري لك شغلة غالية. أنت جاي يشوف وضعية الناس. كلها كسبة وكلها سيارات. هي سيارة بعشرة ألاف. ما يشتري لها شيء غالي. جيب أشياء مناسبة تمشي. بس بالتالي يعني هسا شنو هاد قدامي؟ هذا جسر مال الرادية تكسر. الدعامية. يعني أقصد حتى باع نوع البليت. لا هسا هذا شوف. أكو فرق. هسا الزملة هذا والزملة هذا. أكو فرق. هذا ما حد يرغب غالي، يرغب لك الرخيص. اي هذا اخف. اي بس بالتالي موضوع جوده وسلامه. عندي هذا الشيء وعندي هذا الشيء. بس هي جاي اقول لك هي سيارته رخيصه، شو يشتري لها؟ زين. جاي شوف وضعيه العالم، هي كلها كسبه وكلها يومياتهم 20,000. الشاب العراقي شنو يريد؟ والله يريد رواتب، يريد شيء يوفر له. وما خلي يعفون العالم بحالها. خلي العالم يتحس. من يمكم؟ ليش كلها جاية يومية؟ لما أنا مفلشتك يومية واحد جاي معزلة. هاي جاي يشوف هذا خريج. زين. وغيره وغيره وغيره. لا ما نشتري من عندكم. هسه شنو مثلا الولد وضعه 16 سنة يداوم دراسة. وهاي جاي يشتغل هنا يومية 20,000. يمكن بس سوق السنك الطالب اللي عنده ماجستير وابو الابتدائي نفس الشيء. اكيد هنا نروح كلهم يشتغلون روح قدامك هاي العرباين روح شوف بالعرباين نفس الشيء كلها سوء. الشهاده ما لها قيمه. الشهاده عليك بالبيت ويجي هنا يشتغل بالعربان. بالتالي انت هاي السنين قضيتها هاي الدراسه هاي كلها تعب وفلوس اكيد كلها راحت. كلها راحت. زين هذا يخلي حافز بعد للشاب العراقي اللي يكمل. لا اذا هيك مصيرنا اكيد لا. هاي اخوي هم نفس الحاله دراسه بطلناه شغلنا هذا محل نفسه. مو هذا حيأثر على عموم العراق هاي الموضوع اكيد. اذا يعني بشر ما يلقى لا دراسه سنده لا شيء سنده شلون خاصه يعني. انه يصير بلد غير متعلم اذا بعد كلها فكره تروح لل كلها قاعد تشتغل اشغال حره وتعليم تعليم ماكو هاي سهل بلد وش بقى. شنو تتامل بعد ما تكمل دراسه؟ املك شنو كان؟ كان املي اتعين كون روحي بس ملابس نظيفه اطلع للشغل الصبح الدوام هسه هاي ملابس نظيفه. شنو شهادتك شنو؟ انا؟ خريج إدارة اقتصاد. إدارة اقتصاد. المفروض إدارة اقتصاد يعني كل الوزارات تريدك. كلها. اسمعك هاي هنا لس. بالسنة. صارك إيش قيمة تخرجت؟ صار 3 سنين. 3 سنوات. ما حسيت بثمرة الشهادة. أبد. أبد. هاي هو هنا هن دائما هنا أحكي يعني للطبقة السياسية الحاكمة إنه أخويا صار 3 سنوات من يتخرج وعنده. يعني اكثر شهاده عليها اقبال وسحب بدوائر الدوله. طيب مثل الالاف. طيب هذه الالاف اذا انتم تعاملتوا بهذه المحسوبيه خلاص راح تنهون شيء اسمه شهاده راح تنهون شيء اسمه تعليم راح تخلون المواطن العراقي يفكر بس بسوق عماله. اقوى تفكير صار للشاب العراقي تعيين بالشرطه وبالجيش. هاي اقوى تفكيره. هو وينه؟ تمام وهمين على قولت اخوي هو وينه؟ تمام زين هسه احنا هذا الحكي مالتنا هسه وانت راح تنقله وراح كلها تشوفه ماكو شخص ما راح يشوفه. زين قبلك اكو صار شيء؟ ماكو شيء. وانا حكيت وثاني يعني حكيت وذاك حكيت. حكينا ما يفيد. مو انت. انت 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 عليك توصل. انا ما جاي اقول لك عيني، انت توصل. زين وصلت هسه شنو راح يصير؟ ممكن انه يصير عندهم شعور بالمسؤوليه؟ ابد ابد. شو هسه وصار له من 2003 لهسه؟ ليش العالم؟ شوف وضعية العالم زين ما راح يصير. شنو رسالتك للطبقة السياسية اللي أنت تخرجت وقعدت في البيت وتشتغل هسه عامل بسببه؟ رسالة كل شعب عراقي كافي عوفوا روحكم شوية باعوا للشعب العراقي باعونا تعبنا انتهينا من 2003 لحد ما شبعتوا كاف باعونا احنا. شكرا جزيلا لك والله رزقك ان شاء الله. ببساطة يقولكم كافي هذا الشعب العراقي. كافي أن اهتموا بالفرد العراقي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أسعد الله صباحك. صباح الخير عليك. صباح الجميع إن شاء الله. شلون بس تعالي تفضل هنا. شلون تشوف اليوم الاهتمام بشريحة الشباب؟ شنو نحكي عن الشباب؟ والله هو اهتمام بيهم لو لا؟ يعني من وجهة نظري ماكو أي اهتمام. يعني أنا أحكي لك عن نفسي.
عن الشريحة اللي تخرجت وياي. زين. أنا خريج هندسة السيطرة ونظم جامعة تكنولوجية. حلو. هاي صار لي تقريبا جدا. أشتغل في مجال السيارات. يعني تحديدا كهربائي. زين. عندي بعض الأمور أخرى أشتغل بيها. يعني صراحة التعيين فالشغلة تعبانة. وتحس نفسك أنت بهذا البلد يعني ما لك أي قيمة. سواء تخرجت أو ما تخرجت هي نفس الشيء. شو وقت تحس بقيمة وجودك بالبلد؟ الصراحة من تجيني الناس تصلح يمي. من شنو؟ من تجي الناس تصلح يمي سياراتهم. يعني يظلون يترحمون ويتشكرون. أي. فيقولوا لي مكانك أنت مو هنا أنا. فمن أسمع هذا الكلام أتأثر بصراحة. وأنت شوفت يعني عينك هذا السوق. بأشكال شباب كل شيء بي أي بي خريجين بي حمل الشهادات مع الأسف العراق يصير بيها شيء بس نقول إن شاء الله القادم أحسن إحنا ظلينا نتأمل بالقادم وإن شاء الله يصفى نقول يصفى إن شاء الله البلد إن شاء الله يصفوا نيتكم إن شاء الله مثل ما هسه السماء هي زرقة قبل يومين شلون كانت إيه تعالي الدنيا مغيمة مغيمة صح فلا بد وراء الغيم اكو صحو باذن الله اي ويعني هاي فرصه انه زين اوجه الشكر والتقدير لاساتذه الجامعه التكنولوجيه زين اللي ساهموا يعني بصراحه زين بانتاج دير بالك المرايه ابو الكيت شلونك بانتاج رجعتك بنص الكادر حييك على رجعة. رحم الله والديك أنا آسف. بنص الكادر. أنا آسف. لا أخذ والقلبك توكل أرجع. أي عفوا قاطع. أوجه تحية وشكر. الأساتذة الجامعة التكنولوجية. الأساتذة الجامعة التكنولوجية وخصوصا تحديدا أساتذة قسم هندسة السيطرة والنظم تحديدا قسم السيطرة أو فرع السيطرة. وصل ونتمنى لك إنه كافة الزملاء. يكون لك مكان إن شاء الله. بالبلد. إن شاء الله. يليق بشهادتك. الحمد لله وشكر. الحمد لله على كل حال. ممنون لك هذا واقع لك ممنون جزيلا حبيبي الف شكر شكرا جزيلا بس تعالوا للي جاي تعالوا للي جاي شباب السيارات وراكم والهوسه والعربايه صارت يسولف المواطن العراقي بهذا المكان عن شهادته خلي يكون اكو احترام للشهاده خلي يكون اكو تقدير الشهاده لابد ان يكون اكو يعني ادراك باهميه الشهاده بهذا المكان خلي نسولف ويا الاخوان انا شلون الصحه يلا انا حاقف بمكانكم واللي يجي اهلا وسهلا كلها راحت بس انا بقيت هذه العرباي الموجوده هنا هي مصدر رزق الناس اذا ماكو شغل فمعناها وين فاذا ماكو شغل المصور كيف يطب ويطلع عندنا مصور واحد يفتر هنا بالسوق اوكي اذا ماكو شغل فيتوقف العمل بهذا المربع خلي ندخل بعد جوب ما انه السيارات راحت السلام عليكم شلون الصحه قواك الله شلون شغلكم هنا أنا؟ الحمد لله برقبتك عائله لو لنفسك تشتغل لا برقبتي عائله برقبتك عائله هي. وين ساكن بالشعب ومن الشعب تجي لهنا تشتغل بي ساعة تجي بي ساعة تروح هاجي منها في الساعة بالأربع أربع ونص خلص هنا قبل سنتين خلص منها الساعة بسنتين ونروح كروتك إيش قد يطوك عليها؟ حسبة الشغل يوم ألف أثنين القوات الأمنية متعاونة وياكم لو لا لو يحاربوكم ما أدري بهاي ما تدري بهاي أنا أجاوبك إنه أكو مضايقات عليكم مو؟ طيب ما العلاقة ما يقدر يجاوب خاف على رزقك الله رزقك إن شاء الله حبيبي الله رزقك خلينا نشوف اخوي هنا السلام عليكم قواك الله الله يخليك يا مرحبا شلون الشغل في عموم العراق شلون الوضع الاقتصادي للعراقيين والله الوضع الاقتصادي مؤثر من ناحيه يعني كارتفاع الدولار اثر على القدره الشرائيه المواطن تعرف بس زي. المواطن مجبر يعني لازم يمشي ديمومه الحياه حاليا صح فمجبر بس انا اقول لك كتاثير يعني من ناحيه التجار ومن ناحيه المستهلك تاثير يعني بين التاج الرفع المستهلك ارتفع عالية بالتالي أثر على أثر على الحركة بشكل الراتب هو مصعده نفس الراتب ونفس الأمور يعني ما صار توازن ما صار رفع السوق
بالدولار بالضبط. ما رفع معاه الراتب بالضبط يعني بالضبط. ما زاد فد 100,000 اقل شيء على الراتب بالضبط. اي انا اقول لك بقى الراتب نفسه والمواد ارتفعت فصارت المعاناه يعني. بطاقه تموينيه شلونها زينه؟ والله البطاقه التموينيه نوعا ما يعني زينه بس يعني احكي لك صراحه ما تكفي العائله العراقيه. كم ماده هسه موجوده بالبطاقه؟ والله حقيقه حتى ما نعرف شنو المواد شنو اللي تايه علينا احكي لك صراحه. سامعينكم بطاقه تموينيه؟ اي بالضبط يعني دي الوكيل يقول لك هاي بس يعني نقول نوعا ما احسن من قبل بس هي ما تكفي ومو نفس المستوى حقيقه. رسالتك للطبقه السياسيه الجديده أيه. مو القديمه، شنو رسالتك لهم؟ والله هل تشوف الوضع اريد اقلها تحسن من الناحيه الامنيه ومن الناحيه القدره الشرائيه للمواطن حقيقه. يعني احنا نريد اقتصاد مع امن واثنيناتهم هن في سله واحده. فاريد من يكون هذا مؤثر على واحد على الثاني فاريد كقدره شرائيه للمواطن يصير من يتحقق الامن واريد ان شاء الله يعني يكافحون الامور اللي أموم البلد. شكرا جزيلا لك والله يوفقك. هسه ان شاء الله موجودين. يلا خلينا نكمل يم اخويا خلينا نكمل مشوارنا بسوق سنك حتى نشوف هذه مرحله اخرى للسوق من منتصف السوق الى منتصف الاخر مواد اخرى للسيارات طبعا اغلبيتها صينيه وايرانيه. بالتالي كل شيء موجود بالسوق هذا كل الأدوات اللي موجودة هنا أدوات استهلاكية أدوات يعني يحتاجها الفرد بصورة مباشرة بكثرة. خلي نسولف ويا هنا وناسنا بهذا المربع ونشوف شو اللي يطالب به الفرد بهذا المكان. خلي نشوف لنا ابو شاي هنا نجي يمين نشرب يمه شاي ونسولف فيها. قواك الله اخويا شلون الصحه؟ السوق ما بيحركه هنا ايش عجب؟ قله تولا شنابر ما متواجد بس محلات جمله يعني. طيب هنا هاي الحركه طبيعيه هيجي بهذا المكان لو هو اكثر على طول لا هاي حركتها؟ اي اضعف اضعف يوم شويه ها اليوم زينه؟ الانتخابات ولليوم شويه السوق ضعف باركت. اها ارتفاع سعر صف الدولار اثر عليكم؟ طبعا اثر طبعا اثر. زين المداخل السوق زينه يعني كافيه؟ لا. كفت منافذ؟ لا ما كلها مسدديات كلها عارضات ما تطب السياره دائما ياخذون فلوس. زين مين تطب من هاي السياره؟ عارضه يعني هاي الكي تطب فلوس؟ طبعا. ايش قد يطب؟ 5-10 5 3 اي منو اللي ياخذ من عندهم؟ كله تاخذ. اها. واحد الواحد. سلسلة. سلسلة فساد. طبعا. هاي ايش على قد شارع صغير البوق. طبعا. فكيف اذا عراق؟ بوق اكبر. بوق اكبر طبعا. مو؟ شنو شغلك هنا؟ شمبر مات شاي. مات شاي. الله يوفقك ان شاء الله ورزقك. ونتمنى لك يوم حلو. شكرا جزيلا. خلي ندخل ونشوف. بعد هذه الأسواق التجارية السلام عليكم. الحركة اليوم نشوفها بالعموم العراق حركة اقتصادية جيدة لو لا؟ بالتأكيد أكو مشاكل هواي اقتصادية بالبلد من ضمنها البطالة والكثرة المشاكل تعرف هاي إذا استتب الأمن الاقتصاد بصورة طبيعية يتحسن الناس يصير انتعاش ويصير صرف ويصير بس بالنسبة للوضع بالبلد أنا جاي أشوف سنة عن سنة في تراجع ماكو تقدم ماكو تطور ماكو شيء جديد الوضع كما هو أوكي تغيير يعني إحنا من سقوط النظام إلى هذه اللحظة ما شفنا أي يعني تطور أو تغيير جديد. شنو اللي تحتاجه أنت اليوم كفرد عراقي أساسي شنو تريده؟ كفرد عراقي أنا يعني كإنسان إنه لازم أحس بقيمتي. شلون أحس بقيمتي إذا أنا شفت إنه مثلاً ماكو تقدير على مستوى دوائر الدولة زين أو كل مجالات كل مجالات ما جاي نشوف اكو تقدير للمواطن العراقي أو على مود شو يعني بسرعة ما يحس بقيمته كإنسان طبيعي أسوة بقية دول العالم. تمام شكرا جزيلا لك. شكرا والله يوفقك إن شاء الله جزيل الشكر. هذا يعني الوضع العموم اللي يتحدث فيه المواطن العراقي يتحدث عن أن يكون أكو اهتمام بالجانب الاقتصادي يكون أكو اهتمام بقضية يعني إرجاع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا
حتى نخلص من هاي القضية، قضية انه السوق كله مشتعل، الجو الاقتصادي يعني تعب لانه ماكو اعتداء بهذه القضية. الدولار رفع من كل المواد الغذائية الاحتياطية لغيرها، المواد الإنشائية كلها أثر عليها المواطن الارتفاع سعر الدولار. هذه الرافعة تحدث عنها أحد المواطنين أنه يأخذون الفلوس 5000 دخول على كل سيارة، هذا يحكي بها المواطن قبل قليل. وصلنا إلى نهاية سوق السنك من المدخل الثاني. الله يسعدك حجينا، شلون الصحة؟ هذا المدخل شو اسمه؟ هذا شارع السلك هذا. أي من شارع العشيد طبعا شارع السلك. من الشارع الرشيد طبعا شارع السلك. أي هذا العارضة دائما موجودة؟ أي موجودة. دائما موجودة، سوى مجال السيارة. شلون الشغل هنا؟ والله الشغل هاي صار لفترة تعبان حيل والله. برقبتك حلو واقف. برقبتك عائلة أنت؟ إي والله أنا إحنا عائلتنا 5 نفرات يعني هاي شغل على العربونة. يعني أكو مضايقات عليكم؟ لا والله الحمد لله ماكو مضايقات، بس هو الشغل تعبان يعني. الشغل يعني كله العام كله واقفة. شغل واقف. سوق واقف. يعني شنو الطالب بيه؟ شنو الطالب أنت كمواطن؟ نقول شنو الطالب يعني؟ يعني أنت شوف لك الثاني هذا عمره 42 سنة. زين. يدفع عربونة. تسوي لك مال المعاملات مال شو اسمه هاي مال رعاية، يقول لك انه مشمول بيها الرعاية ما مشمول بيها. مشمول بيها ليش ما مشمول بيها؟ ما مشمول بيها، يقول لك عمرك 40 سنة يعني لازم ايش قد عمري حتى يقول يجي. لازم اقل 30 وجوه. قلت له شلون؟ يعني اذا كبرت بالعمر ما مشمول. سوي مرتين سويت رفضها. هاي قبل ايش قد سويت؟ هاي اخر مرة اللي صارت اخر شيء اللي سويت اخر مرة قبل 3 اشهر يمكن ما زين. اي اللي صارت هاي الحملة كلها حتى مال الفلوس 300 ولا شلون ما شملت فيها. يقول لك لين انت 40 ادري دا تعين لو داري راتب بالعكس. يعني قلت له انا كاسب يعني في عربانه. قال والله مو بيدي اوامر شق المعامله وانا قاعد يعني وانا قاعد يعني سويت معامله تعرف ترى تروح وقاعد عن الشغل. الله يعينك، الله يرزقك ان شاء الله. هو هذا عدم الانصاف بالبلد يخلي موظف بالرعايه يتعامل بهالطريقه. الله يساعدك حبيبي اخوي. سمعت حكي؟ ايه سمعت. ليش هيك التعامل مع الفقير بهالطريقه؟ يعني هسه اكو عالم عندها رواتب، نعرف عالم عندها رواتب وتستمر رعايه. يعني عالم عندها رواتب وتستمر رعايه. قوم عالم يعني هسه اكو عالم هذول مثل هذا بالعربانه يوم هسه شوف السوق شلون. سوق تعبان. نور سعر الدولار. يحل تعبان. وكعالم يسجل لك يعرفه يعني حق المعرفة. زين. عندها رواتب تستمر رعاية. يعني عنده راتب ياخذ رعاية. عنده راتب ياخذ. وناس بالعكس. بالعكس اكو عالم هسه قاتلها الجوع. يعني بكم ما يستلم هذا وكل من الدولة تدقق عليهم. زين. انت كشاب عراقي بيا شاب اقارنك بيا دولة؟ ماكو مقارنة الدول كلها. ليش؟ بما تقارن؟ اريد اقارن الشاب العراقي بيا دولة. غريبة على وضعه. ماكو غريبة على وضعه. أي دولة هسه أسوأ دولة بالعالم هي العراق. أسوأ دولة بالعالم. أسوأ بالعالم كله العراق. ليش متشائم أنت؟ طبعا متشائم. هسه إيش ما تحكي أنت ما رح يسمع صوتك. يعني هسه خلي أبو على العالم الفقرة. جت في عرباني من الصبح لحد الآن. لو يطلع باليوم 2000 لو ما يطلع له. يقول لك أكو طبقة سياسية جت من فقر. صحيح. أكو ناس من فقر. نفس الشيء. نفس الشيء. ماكو واحد يعني راح يجي يسوي البلد شيء يقول له راح يجي على اساس ينزل الدولار او يصعد الدولار. ماكو. رسالتك للسياسيين شو؟ شو تقول لهم؟ اشقلهم حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل. شو تقول لهم؟ خيرات بلدك وينها؟ راحت. راحت. وين؟ راحت وين؟ بيد الاحزاب غير بيد من؟ الله يوفقنا ويوفقك. بلكي ان شاء الله نتامل خير القادم. هذا ما اتحدث به المواطن في سوق السنك. امر اخر، اكو بنايات بهذا المكان تابعه للوقف المسيحي. اكو ناس متنفذين جو ياخذوا هذه البنايات بطريقه او باخرى بالسلاح بتزوير. ارادنا شويه وقفه من السيد رئيس الوزراء المحترم لهذه الاماكن اللي هي ايضا داخله بالتراث. يمكن اتصور بالتراث داخله قسم او قسم ما داخله. رسالتي للسيد رئيس الوزراء المحترم، هذه البنايات الداخله ضمن الاوقاف المسيحيه وغيرها اهتموا بها لان السرقات
من جهات متنفذة. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من سوق السنك، نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج صباح هنا ويوميات مواطن، ومتواجدين دائما في مناطق العاصمة بغداد والمحافظات. يا مالنا